استاذ حمد، وانت يعني مش عايز اقول شاهد على عصر طويل في النادي الاهلي، بل ربما واحد من صناع تفاصيل كثيره في هذا المشهد بالذات الانتخابي. حرص قناه الاهلي على اتاحه الفرصه بالتساوي لكل الساده المرشحين، اعتقد ده امتداد لحرص مجله الاهلي تاريخيا على نفس الفرصه ورقيا. شايف هذه التجربه والاهلي ينتخب ازاي؟ سبقتني وجهه نظر اعلاميه. سبقتني لانه أسبقك مرة واحدة. أسبقك نعم. مرة واحدة. سبقتني لأنه إحنا يعني أني أنا عشت طبعًا على مدى أكثر من 40 سنة جمعيات العمومية للنادي الأهلي وكل الأحداث اللي كانت دومًا على فكرة بتبقى مثار للفخر والإعجاب، مش مني أنا ولكن من كل اللي بيتابعوها في تاريخ الأهلي. عندما كانت وسائل الإعلام الأهلوية مقتصرة على مجلة الأهلي الرائدة اللي كانت الأولى في كل شيء، كنا بنعمل اجتماعات بقيادة رحمه الله شيخ شيوخ النقاد الرياضيين كابتن عبد المجيد نعمان الذي كان يضع لنا القواعد الصارمة اللي هي شديدة الصرامة. كان بيعدهم لي بالكلمة. نعم هذا صحيح. اللي هو سفير نور اتكلم 400 كلمة. الدكتور حسام بدراوي 250 بس. لا والصورة وحجم الصورة. صحيح. حتى انه انا اتذكر انه جاءت جمعية عمومية وكان الكابتن عبد المجيد نعمان في وعكة صحية شديدة. وبقت احاسيسي انا متضاربة كيف سأديرها مثل عبد المجيد نعمان. فكنت بحرص ان انا اروح له المستشفى، كان في مستشفى المعادي العسكري، واوري له البروفات. وهو في هذه الوعكه الصحيه يقول لي لا الصوره دي شيل منها نص سنتي، دي اكبر من دي. لازم يبقى كله قد بعضه. هو ده الاهلي. فما شاء الله ما شاء الله اصبح للاهلي منابره الإعلامية المتفوقة للغاية، وأصبحت للأهلي قناته، وهي اليوم تؤسس لهذا المعنى إنه جميع أبناء الأهلي متساوون أمامهم فرصة متماثلة بالنص سنتي، بفرق النص سنتي، لأنه الجميع يرغب في أن يقدم جهداً من أجل الأهلي، ومن يريد أن يقدم جهدا من أجل الأهلي يجب علينا أن نوفيه حقه من الاحترام والتقدير وأن يصل صوته للناس. زمان كان بيقول كلمتين وكانت مجلة الأهلي بتوزع أرقام رهيبة يعني. صحيح. الآن الأهلي لديه القناة التلفزيونية المحترمة للغاية اللي متابعتها بالملايين ليس في مصر وحدها لكن في العالم العربي كله. صحيح. وبناء عليه ما فيش احسن من كده اعلام لكي يظهر من خلاله كل الراغبين في خدمة النادي الاهلي ويقولوا للناس ما يريدون ان يقولوا.